بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على جميع أنبياء المرسلين. اليوم مشاهدين الكرام فيديو جديد وعمل مهني جديد، فهو التخراس شكل سلسلة للكول. فبعد إنهاء الدرس في هذا الكول أقوم بالتخراس شكل سلسلة لهذا الكول. إذا المشاهدين الأفاضل متابعين قناة معدات صغيرة أو بسيطة، التخراس الذي أقوم به حصل فيه العديد من الحرفيين والصناع التقليديين في الخياطة التقليدية للنساء أصحاب الفينيسيو. إذا أخذ هذا الخيط تخراس من السكلي وأقوم بقياسه على طرف الكول وأضاعفه هذا التخراس من السكلي على 4. فبالنسبة لهذا التخراس سلسلة الذي أقوم به لهذا الكول يختلف عن التخراس الآخر، مثلا التخراس على 1 أو على 2 أو التخراس الذي يتم بالتلوية فقط. فبالنسبة للتخراس فهو عديد من الأشكال والأنواع، سواء للدرس أو للدرس فوق الدرس. أما هذا التخراس فيختلف عن التخراس الآخر في دقة العمل. في البداية يكون التخراس في العين الأولى والثانية، أي يجمعهما التخراس. إذا مشاهدين الأفاضل حسب ما تشاهدون معي أقوم بترتيق هذا التخراس في طرف الكول، يعني بداية العينين أو بداية الضرس أقوم بترتيقه جيدا هذا التخراس، ثم بعدها أقوم بعمل التخراس. فبالنسبة لعمل التخراس ودقة العمل لهذا التخراس فهو الضربة الأولى بالإبرة في العين الثانية، بعدها أقوم بهذه الطريقة حسب ما تشاهدون معي، أجذب التخراس أو أجذب الإبرة التي فيها التخراس أجذبها ببطء، ثم أقوم كما العادة أقوم بسير الإبرة في الضرس. فبعدها حسب ما تشاهدون معي في هذا الفيديو، ها هو إذن، يعني أقوم بدوران هذا التخراس على العينين وأضرب الإبرة تحت التخراس الذي كنت به في الأول، يعني شكل سلسلة، ثم أسير العمل في العينين المواليين. دائما مشاهدين الأفاضل أجذب التخراس ببطء لكي لا يشكل لنا إتلاف في دقة العمل. إذا المشاهدين الأفاضل فبعد بداية التخراس والآن وصلنا إلى هذه النقطة المهمة، حسب ما ترون معي أقوم بخفة، هذه الخفة التي تساعدني كثيرا، هذه الخفة كونت من عمل تخراس، يعني من نقصان خيط تخراس. فبالنسبة عندما أحس بتخراس هذا التخراس من السكلي عندما أحس به قصير فهو يساعدني كثيرا، فمشكلة صغيرة فقط فهو يزول من الإبرة، هذه ليس شيئا صعبا. إذا مشاهدين الأفاضل أقوم بترتيق هذا التخراس قليلا، أقوم بترتيق هذا التخراس ثم بعدها أقوم للجهة اليسرى أو الطرف الآخر، أقوم بالطرف الآخر بنفس الطريقة التي كنت بها
في الطرف الأول. إذا بعد ترتيق هذا التراس قم بقطع الخيط. هذا هو هذا التراس مشاهدينا الكرام، يقوم يعني شكل يشكل لنا قوس للكول. دائما الكول القبطان مثلا بالكول الجلابة مثلا جلابة بلا كوب، هذا التراس يشكل قوس للكول. اذا بالنسبة للبداية في هذا الطرف الاخر من الكول، دائما مثل العادة اقوم بترتيق هذا التراس بالابرة والخيط جيدا. ثم أخذ إبرة خراس وأضربها في هذه العين بعد إمساك الكول بالصنارة أو المخطف، فأضرب الإبرة في العين الثانية ثم أساعد باليد الأخرى خيط خراس لكي لا يشكل لنا إتلاف في العمل. دائما أساعد باليدين الثنائيين عند إحساس هذا التراس يشكل لنا إتلاف. إذن أوضح لكم جيدا هكذا، إذن أوضح لكم جيدا بالنسبة لهذا التراس عند بعد جذبه بالإبرة، ثم أقوم بدوران هذا التراس على الضرس ثم أضرب الإبرة من أسفل التراس الذي قمت به في الأول. بعدها قم بجذب الإبرة، إذن دوران التراس على الضرس، دوران التراس على الضرس أي على التراس، وأضرب الإبرة من أسفل هذا التراس هكذا. إذن إذن في هذه المرحلة المهمة وصلت إلى إنهاء تراس للكول، ثم بعدها أقوم بترتيق التراس على وصول إنهاء للتراس. أقوم بترتيق جيدا هذا التراس، بعدها سيكون وصلنا إلى نهاية التراس لهذا الكول. فأشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى أن هذا المقطع من الفيديو أعجبكم. فبالنسبة لهذا التراس مشاهدين الأفاضل فهو من أحسن التراس يوضع للكول. إذا مشاهدين الكرام في فيديو قادم إن شاء الله أقدم لكم عمل جديد أحسن من هذا العمل، وأشكركم على حسن المتابعة
وإلى اللقاء، ومع فيديو آخر إن شاء الله. آمل أن هذا الفيديو أعجبكم، وأشكركم على حسن المتابعة.